السلام عليكم الخوت والخواتات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير، اموركم هانيه ان شاء الله، تكونوا على خير وتكونوا بخير. كل شويه التليفون عندك كيبين لي خايبه. لا صافي، ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا على خير وتكون الامور ديالكم مزيانه وتكونوا كما كتمنوا ان شاء الله. بلاتي محمد راه ما كيعرفش قد هذا الشيء. بلاتي صافي. ايوا سيدي، اليوم هذا نهار كبير ونهار غليظ ونهار طويل. ما كنعرفش الزغره شكون زغرت. انا قبل ما نديرو، حيت اليوم حيت الفيديو درناه في نفس الدقيقه وغنلوحوا اليوم، كننجو بعد التعازي الحاره للناس اللي غنبقاو اليوم في اليوم. اللي كانوا ساكن في السماء. كنطلبوا لهم الرحمه والمغفره وتعازينا الحاره للداوي ديالهم، العائلات ديالهم كاملين. ايوا الجدي انت ولا ودي انا؟ قناتك هذه. لا راسك انت اللي غادي تبدا. هكا تي بعدا. بسم الله. ايوا هضر. اش نقول؟ اليوم كما قلت لكم، اليوم الاثنين. زوين هذا اش نقول؟ مشينا اليوم، مشيت للبوسطة، حيت ما وصلنيش الخوت كما قلت لكم، ما مكانش كيوصلني. وفاش مشيت اليوم للبوسطة ما لقيتش داك السيد اللي كيجيب هنايا. لقيت مع واحد السيكوريتي، قال لي ها انت اش غدير؟ قلت ليه انا. قال لي شنو عندك؟ قلت ليه ما واحد البرا ما وصلتيش. قال لي شنو هي البرا؟ قلت ليه واحد الكود ديال الادسنس، ديال الادسنس، هو يعرفو ديك السيكوريتي. لا وريتي التصويره، التصويره في التليفون. قلت ليه بحال هذا كنصيفط لي الدري، وريته بحال، قلت ليه راه بحال هذا الشكل هذا. ويقول لي اه، قول لي الادسنس اصاحبي. وكان راجع سويسرا. قال لي قول لي الادسنس. كنت انا معاك. قال لي الادسنس. قلت ليه صافي. قال لي انت خلي لي النمره ديالك باش ما كان. قلت ليه راه عندي بزاف. قلت ليه دابا هو الشهر الثالث باش كنصيفط لهم وباقي ما وصلنيش. قال لي خلي لي النمره ديالك، راه الا كانت شي حاجه نعيط لك، راه يجي السيد وغادي نعيط لك بلا ما تبقى زعما تقلب. رجعت انايا ويلا وصلت للدار. هي هذيك الساعه فاش قلت لك راه ما لقيتش ما والو. يلا وصلت للدار ودازت واحد ثلاث سوايع بحال هكاك. هكاك هو عيط لي السيد، كتجبني النمرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال لي خويا واش انت اللي جيتي عندي قبيله؟ قال لي على حسب واحد الورقة جاتك البوسطة. قلت لي واش جيتي عندي دابا قبل ما يجي؟ غنقاطعك، حيت حنايا فهاد سميتو فهاد البلاصة فين حنا ساكنين ما كيوصلكش البوسطة، وباقي الزنقة ديالنا باقي ما كاينه النمرة، ما كاينش النمرة ديال باقي ما كاينش زعما فين يوصلك البوسطة. كيوصل الورقة ديال المولد ولكن كيجيبو من الراجل شي برا ديال البنكة مثلا، شي حاجة ما كتوصلش هنايا. خاصك تمشي لها تين انزكان برجليك عاد باش تجيبيها. واخا زعما كاين هنا راه تراسق قلب الانزكان، غير هي الزنقة باقا اشنو باقا ما فيهاش السمية والعنوان. كاين اللي فيها وكاين اللي ما فيهاش. اللي فيها بعاد علينا، وحنا فهاد البلاصه فين كاينين ما فيهاش. النمره ديال الدار ما كايناش. اغلبيه ماشينا، راه كاينه جوج ديور اللي عندهم النمره. ايوا خوتي، اليوم باش جينا باش نفرحوا معاكم وتباركوا لينا. لوحه. عرفتي شنو هو؟ والله الا كان راجع، عرفتي طويته في جيبي وجي كنجري قلب على الطاكسي، بغيت يشد الطاكسي ويجي. والو على فاش مشى يجيبو؟ دابا هذا غايقول لي عاوتاني كتنقزي. ماكتعرفش تهضر. لا غايقولوا لي كتنقزي. دابا البنات اللي واعره فاش مشى يجيبو راه كانوا مرجعين هما هما وشي براوات وشي سلعه وشي داك الشيء. شوفوا شنو نوريكم. حيت ما مشاش جابو. فاش دابا يمكن جا دابا هنا ما لقاوش بلاتي مش بان لهم ما تبانش. هاي رضا. حيت انا دايرو سميت عريضة انا باش تنعاود تنقول لكم انتم راه سميت رضا هنايا. رضا والعنوان ديالهم هنا ديال الدار. وهنايا راه دار ليا الرجوع كاتبين له هنا العنوان غير كامل. دابا فاش العنوان غير كامل يعني راه جاو قبل وما وصلوش لهنا للدار، يعني بقاو غير في البوسطة. انا ديك ما سولناش في البوسطة صافي، ما بقاو كيجيو كيرجعوا، يعني جاو جوج ورجعوا، يعني ما كنتش شديت شحال هذه. ولكن الحمد لله على كل حال، اي حاجه كتجي في وقتها. واخا كانت مزال ما كتخلينيش نحط، كتقول لي خاصها نطير الراس، كتقول لي لا ما موحاش يوصلك الكود وهذه، حيت وقع لي فيه مشكل انا. الكود الاولاني بحال تلغى لي داك الكود، عاودتو عاوتاني من ازيرو. ولكن كون بقيت شاد داك الكود الاولاني وخدام، يعني انا بحال ما خدامش، غير خاصني نبقى شاد القناه ونتسنى الكود يوصلني عاد نفاليدي عاد يعطوني اشارات. هادشي كان قال لي جمال خويا جمال، ولكن قال لي غندير واحد الطريقه. هو تبارك الله عليه فاهم داكشي، درنا طريقه ودرنا بسميه رضا كود جديد
واخا يوصلني كاع الكود القديم ما عندي ما ندير به، زعما ما بقيتش مسوق ليه، خصني الكود جديد. يعني هو هذا الكود جديد الحمد لله. دابا علاش حاطني حداك باش تهضري معايا؟ ما محلي من الاعراب انت هي كلشي. راه دابا هذه ديال لماذا نحن هنا، هي ديالي انا دابا. دابا صراحه هي كلشي الصراحه. الله يحفظك. دابا دابا البنات علاش انا ما خليتوش يخدم في الثاني مع في الاول؟ كنت كنقول ليه حط فيديوهات تخدم على راسك، راكم عارفين يعني توقف من الخدمه كورونا هذه راه غير راكم عارفين يعني ناس قلال يبقاو خدامين. وفاش وقع داك المشكل حيدوا لي الاشارات من القناه قلت ليه حبس، يعني انت غتبقى تحط ما غتستافد حتى شي حاجه ما غتستافد والو، ما تبقاش هكا تحط. حتى الناس قالوا لي شوف حبس بلا ما تبقى تحط، راه الا ما كانش فيهم الاشارات راك ما غتستافد حتى شي حاجه، غتعذب راسك غدير روشارج على والو. هي فاش تواصلنا مع داك السيد من ورزازات واحد الدري الله يعمرها هضر، تخيلوا دابا القناه ديال محمد في عنده بالكود ديالها بالجيميل ديالها واحد الدري اش غنقول لكم، راه الحمد لله باقيين الناس والله العظيم بحال هكا والله الله يسهل عليه والله يعطيه كل ما كيتمنى في خاطره. ورزازات تحيه لكم وصالوحي تي بي تا هو الله يعمرها هضر يصل خالو تا هو تلاقى معاهم وكل شيء صراحه الناس دراوش الله يعمرها هضر وقفوا معايا الله يوقف معاهم ان شاء الله حلوه وحق الله. هي فاش قال لي علاش غدير؟ ارى لي لاكارت ديال رضا مكتوبه بسميه رضا وكليه ديال رضا، اما رضا مسكين قناته مشات شد التليفون وما فاش دابا حيت دابا فاش حيت دابا رضا فاش حيت تفعلات رضا القناه وفاش بغينا نديروا ليه سميه الكود ديال الادسنس انا صيفطت للسيد صيفطت ليه فوتوكوبي لاكارت ديال مو يعني بسميه مو الادسنس ماشي سميه رضا، حيت انا ديجا ندير حيت قال لي ما يمكنش دير جوج سميات في نفس الادسنس. ولكن فاش شار التليفون كما كنقولوا مشات معاه الحقيقه مشات مع السر ديالو مشات مع الكود مع الجيميل مقيدين لا كود لا جيميل مازال حنا تنقيدوا في ورقه وسيلو ديما ديما بلاد النصيحه اي واحد ديال قناه ديما الكود ديالو والجيميل ديالو يقيدهم في واحد المذكره ويخليه يخبيه باش ما ينساش، راه بنادم راه تنساو حنايا. راه كانت وقعت لي انا الله يستر صعيبه يعني هذا الموضوع هذا غادي يهم الناس اللي يلاه غيحلوا قناه الله يسهل عليكم الله يسخر لكم حلوا قناه شي تجيكم غير 20 ريال الشهر شكون عطاها لكم شكون دق لكم بابكم وعطاها لكم؟ راه من الخير تكسي منها راسك ديري منها بزاف الحوايج يعني خدمي على راسك اللي جاتك منها خير وربح خير وربح. كنقولها لامي كنقولها حلي قناه وانا نعاونك فيها، قلت لها هاد المده اللي جلست انا معك راكي انت تعلمتي المونتاج انت وليتي كديريه الناس، قالت لك لا انا ما بغيتش بركه غير نتوما هي ما ندخلش انا، قالت لك نتزاحم يعني خارج هاد الفكره هادي من راسها، قالت لك ما ندخلش انا نتزاحم في اليوتيوب ما ندخلش هادي انا خلوني غير في افتقار مراه كبيره خلوني في افتقار، هو صافي خليناها ما بغاتش خليناها صافي. داكشي علاش كاع اللي بغات تحل قناه توكل على الله الله يسهل عليها والله يسهل على اي واحد كيجري في الخير وكيخدم على راسو كيعاون عائلته كيعاون راسو، هذا ما كان عيب غير تنص اللي خايب هو تنصبي وتشفري وتفسدي هادو هما اللي خايبين بصح. ايوا صافي سي محمد هو دار لينا الكود دابا غدير لنا شي زريده غدير لينا قلت لي غدير لينا شي زريده قال لي علاه انت خليتيني نخدم باش غندير لك انا زريده فعلا ما مدخلش يعني شي حاجه اللي لما كون كانت كوره كان دابا شي بعدا شي رزيق مزيان كون كون خليتو من الحمد لله كون خليتو من ديك المده حتى دابا خدام كان غيدخل واحد 5 مليون على الاقل حتى 4 مليون فهادشي كامل في الفيديوهات يعني كاملين من الاول عام يعني عام تقريبا تقدر تكون تقدر تكون اولا ثلاثه كاع ما نزيدوش شي ثلاثه بحال هكا شي ثلاثه حتى اربعه بحال هكاك يعني عام كل عام وانا تنحط فيها كون ربي خير دابا فهادشي كامل اللي حيت هو ضاع ليه الصالي الاول مشات ليا فيها في 1000 درهم 1300 درهم مشات ليا في الادسنس الاولاني اللي كان عندي بسميتي انايا مشات ليا فيها 1300 درهم حيت فاش حبسوا عليا الاشهارات صافي ما بقاش يعني ما تخدم يعني خصك تصيفط ليهم فاش مشيت عند السي جمال قال لي راه حنا غادي نصيفطوا ليهم ولكن راه ما غاديش تخدم تبقى واقف قال لي من الاحسن نعاودوا ندير واحد جيميل جديد ندير واحد الادسنس جديد بجيميل اخر وندخلوه قال لي من عند الله سبحان الله العظيم راه كيقول لي الا عندك شي زهر ورضات الوالدين وهذه راه غادي يطلع لك 24 يعني درناه اليوم خرجنا درناه بحال هكا في العشيه خرجنا كندور رجعنا لقيناهم وافقوا لينا على داك الادسنس الغد ليه وقال لي طلاب زهرك غدا السبت وهادي يقدروا يفعلوا ليك الاشارات قال لي ما كانش قال لي حتى 2 ولا 3 واجينا نهار السبت ما قتلينا على والو مشينا يربي خرجنا ديك الساعات مشيت انا وياه خرجنا انا وياه وريضا شفتوا الفيديو اللي كنا صورنا رجعنا كيقلب ويقول لي وا سيمور
واسي مورا عندك الزهر طلعوا لك الاشارات. قال لي فرح فرح. قلت له الحمد لله. قال لي ودابا ما عليك غير تسنى الكود والله يوفق. والحمد لله واخا دابا ثلاثه المرات تنصيفطوا لي الثالثه كيقول لك الخير فيما اختاره الله. واي حاجه واي حاجه تتجي كتجي بوقتها كما تيقولوا تتجي بوقتها. يعني ما كانش ربي باغينا نشدوه في ديك الوقيته دابا جات. واخا هو الكود كان كيجي وكيعاود يرجع. يعني فاش كتشوف هاد يعني كيقول لك ها انتم راه غتبان لكم ماشي نشوف من هنا. ورا قال لي فاش غتدخل هاد الكود قال لي غادي تمشي لك هذيك الفلوس الاولانيه. لا حيت الاولانيه مشات لي في الاولاني في الاولاني وصافي. وباش ما نكذبوش عليكم ونقولوا لكم الصراحه شحال خطف هاد اللي عندي في مونطو اللي عندي دابا اللي سميتو اللي عنده في هاد الشهاده عنده 50000 ريال. ولكن محمد 50000 ريال قليله والحمد لله حيت ما نحسبش بزاف انا وما كانش عندي 50000 ريال راه عادي الفيديوهات اللي يلاه حطيتي عادي. اما القدام راه من القدام مشاو مع داك الكود الاولاني. مشاو مع الكود الاولاني. الكود الاولاني ولكن مزيانه الحمد لله. اي حاجه جات من الخير حنا ما عندنا ما غنديرو. اي حاجه كتجي كتجي من الخير مزيانه اللهم كما قلت لك. واحنا راه جينا باش تفرحوا معنا الحمد لله اللي ملي وصلنا الكود. شكرا كاع للناس اللي كيشجعونا وكيدعمونا كنشكركم بزاف بزاف بزاف. قال لي غندير لك مفاجاه. ما عرفتش شنو هي المفاجاه. الله اعلم كروشيات. لا لا ما عرفتش اخوتي ما عرفتش اخواتاتي. حنا غادي نشوفوا شنو هي هذه المفاجاه هذه اللي بغى يدير لينا. واو اعلم الله اعلم خليتها نحطها عندي انا نحطها عندي انا عندي انا ولا عندك انت بحال بحال اقول بحال بحال. غادي نقطع التليفون يقول لي شنو نحطها عندي انا غادي يخرج عيني عداك بحال 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 عندك خدم على قناتك وصافي. هو صراحه ما ديرش ايوا صافي كما قلت لكم البنات نتسناو المفاجاه ديال السيمو نشوفوها كي دايره. ندوقوا الفلوس ديال اليوتيوب ديال السيمو ندوقوا حتى حنا فلوس محمد كيفاش دايره هكا نضحكوا. ما خديتي جا ما كنتش احد اللي فهم ماشي يقول كنضحكوا صافي والله العظيم كنضحكوا كنبغوا نضحكوكم معانا. راه هادشي اللي ولا كيوقع وكت الافات هادو والله العظيم الا راه بزاف. ومنهم الله يستهلك لي ديك الاسره ديال ست الافراد راه صافي راه بزاف كاع وحق الله راه ما يمكنش والله ما يمكن. شوقينا هذيك الليله فاش سمعنا راه شي صافي الله يحفظنا. وليتي اصلا تتخاف تتهضر وليتي الا بغيتي تهضر كتولي خايف تتخاف حيت ما بقيتي عارف ما المهم خلينا ساكتين صافي. المهم كما قلت لكم بغينا نذوقوا حتى حنا شويه الفلوس هادي ولا محمد نشوف شنو غيدير لينا بهم. واو علم بالعلم لله نتوما ديك الساعه نتوما معايا غادي تشوفوا واش غادي يكسيني يخرجني يصفرني يقتلني. المهم ديك الساعه حتى تما وربي تما ونشوفوا اشنو غادي يوقع. المهم شري لي فيكار. المهم هو خاص كل واحد يدور معانا يعطينا بعدا كاينه شي حاجه عنشموها بعدا لموها كنضحكوا صافي. الله يسخر لي الله يسهل عليكم مبروك عليكم بالتوفيق والنجاح. كما قلت لكم محمد ما بغاش يخلي زعما معول عليه. هو قال لك انا غادي نديرو نعاونك به بما ربي سهل لي الخدمه وداكشي وصافي. نطلقوا نطلقوا قال لي الرضا ولا نطلقوا لشي واحد في الدراري. يعني ما مدخلش راسو فيه بكل صراحه. غير هو مسكين دابا كيعاونني فيه كيقول لي ما نخليش عليك الحمل بوحدك وصافي ويكون خير ان شاء الله. الله يسخر ربي اللي ربي اللي كيقسم الارزاق وكيسال على كل واحد. واحد الحاجه بغيت نجاوب شي وحدين واخا انا من الطبع ديالي كتقول لي مزال انا ما كنبغيش نجاوب. انا كاع مزال ما تبغي تجاوب شي فيديو تنقول لها بلاش. ولكن انا بغيت نجاوب شي وحدين اللي تيبقاو يهضروا تيعيروا بزاف. راه واحد الحاجه راه الله كاين فوق منا كاملين. اول حاجه اللي كي اللي كتقول لي سير انت عندك كتافك كبار وما قادرش تخدم. انا ما جيتش اختي دقيت عليك للدار وقلت لك عطيني. انا بكتافي الحمد لله. والراجل فين ما كيمشي كيحفر. انا من غدا نخدم. انا نلقى الخدمه واخا نهز بالبالون والفاس راه نخدم. انا من طبعي ما كنحمش نبرك. اول حاجه هذه خصك تعرفها اختي. وحده قالت لك علمكم عيالاتكم كتجمع كتعمم هي تنقيو البطاطا وجبانو في اليوتيوب وكتنقيو البطاطا. اول حاجه انت كطيحي في الكرامه ديال الناس الرجاله اللي طباخين عالميين. منو الشاف موحى اللي وصل للعالميه داك السيد راه راجل وطباخ يعني من احسن الطباخين في العالم هما الرجاله. غادي خصك تعرفيها. وفاش كتمشي لشي اوطيل وشي حاجه كتلقاي الشاف ما كتلقايش الشافه ومع احتراماتي للعيالات كاملين. حيت كتلقى ديما شاف كويزين كتلقى راجل
كتلقى عيالات ولكن كتلقى اغلبيه راجل. يعني راه كاين شاف كويزين راجل، يعني الطياب ولا الكوزينه راه ماشي عيب، ماشي عيب واحد الانسان يدخل يطيب ولا هادي، راه ماشي عيب. العيب هو الانسان اللي ما يعرفش يقلي بيضه وما يعرفش يعمر تبرات ديالها، هذيك هو العيب. اما الانسان اللي يعرف يطيب ويعرف يصبن، رانا انا راه دوزت بقيت غير بوحدي، كنت كنعرف نطيب وكنعرف نصب، راه كنت كنمشي لعوينه وكنصبر حوايج في بابي، يعني حيت ماشي عيب. ما غنتسناش شي واحد غيجي من برا ويقول لي انا نصب لك اولدي حوايجك ولا اجي اخويا نصب لك حوايج، كنصب لهم من راسي. وتحيه كاع الناس اللي تيبغيونا وتنبغيهم. وانا ما حيت انا ما كنبغيش نجاوب، انا غير بغيت نجاوب غير هاد الجوج، حيت كاينين بزاف اللي كيسبوا لك والو، خليهم منهم الله ولا غيخلصهم، انا ما غاديش ندخل فيهم شغلهم هذاك. هما كل واحد ودماغه فاش كيرتاح، كيرتاح يسب في الناس خليه يسب في الناس، كيبغي الناس خليه يبغي الناس. صافي واحد دابا جينا صافي واحد دو 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 ديك دواوي كيخليها لك. لا عيب توضح للناس، حيت خصنا نوضح. امي راه هادي اللي خاصك تقولي لي مرحبا من دو دو دو. هذيك هذيك ندش عليها. ايوا امي كتقول لي بركه من دودو دودو، راجل خاص تقول لك بركه من دودو دودو. ايوا دواوي شنو نقولوا دابا؟ نقول لكم تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله ونتلاقاو معاكم.